إن كنت تبغي الهداية فاصغى لهذه الوصايا، تحظى بعين الرعاية حسب أمور شرعية. يا سلام يا سلام، وصايا الصالحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناة مدني الفضائية في برنامج من وصايا الصالحين. أيها الإخوة، مع وصية هامة من وصايا الإمام الغزالي أيضا رحمه الله تعالى في الإحياء، يقول منبها طلبة العلم الذين يتصدرون بالوعظ للنساء، منبها لهم إلى أمر هام، قال: ومهما كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإشارات والحركات، وقد حضر مجلسه النساء، فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله. لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين رضي الله عنهم، وإلا يعني إذا لم يكن هكذا سمته وهديه وزيه وخشوعه وسمته، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال. قال منبها إلى هذا المنكر الذي يقع به بعض طلبة العلم ممن يعني يحضرون دروسهم ومجالسهم النساء، أو يجعلون دورات وحلقات تعليمية للنساء لا يراعون فيها ضوابط الشرع وأهل التربية والسلوك، فيفتحون الباب على مصراعه. يقول منبها: فلا يزداد الناس بهذا إلا تماديا في الضلال. كيف لا يزداد بمثل هؤلاء الوعاظ أو المدرسين في تلك الحلقات الذين يظهرون بالزي الذي يجذب الأنظار إليهم ويهتمون بذلك، وخصوصا إذا كانوا شباب، فإن في هذا زيادة على التمادي في الضلال. قال منبها لذلك أن هذا منكر، ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر. يعني إن كان لابد من التعليم للنساء أن يكون بينه، يعني بين المعلم وبين النساء، حاجز، جدار أو برداد أو نحو ذلك مما يفصل مشاهدة النساء له ومشاهدة النساء منه لهن. فإن ذلك أيضا يعني إذا كان الأمر مفتوح بدون حجاب بدون ستار، فإن ذلك مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه المنكرات. هذا كلام الإمام الغزالي، ليس توجيهنا، وإنما توجيه أهل الله، أهل العلم، أهل الأصول، أهل الفقه الربانيين الذين عرفوا شرع الله سبحانه وتعالى، المعرفة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، لا المعرفة التي ترضي النفوس والأهواء، ولا المعرفة التي نستفتي فيها أهل الأهواء، وإنما نستفتي أهل العلم الربانيين. أيها الأحبة، أيها الإخوة المشاهدون، بعد قراءتي لهذه الوصية للإمام الغزالي وهذا الفقه والكلام التربوي العالي الذي قل من يهتم به في عصرنا، بل صار عكسه تماما بسبب كثرة الجامعات والاختلاط والتهاون به، فحصل الفساد والإفساد. تذكرت ما رأيته قبل أيام مما يجب إنكاره من مثل ما نبه إليه الإمام الغزالي في مكان ما من أرض الإسلام، حيث شاب وسيم من طلبة العلم وهو ممن يهتم بمظهره إضافة لوسامته التي حباه الله بها، كيف يعطي دروسا ونصائح ووعظ للنساء ويسمعن منه مباشرة ويشرح لهن ويسألنه من غير حجاب ولا ستار بينهم، وربما ضحكن في وجهه وضحك في وجوههن،
أليس هذا مظنة للفساد؟ ثم يقول لك إن تعليم النساء مطلوب، يجب أن نقضي على الجهل بين النساء. لا شك هذا، ولكن أين الضوابط الشرعية في تعليم النساء سواء من المعلم أو منهن؟ حين يأتينا بالزينة كاشفات الوجوه، بعضهن أو كلهن؟ هذا ينبغي أن يتنبه إليه طالب العلم الذي يريد أن يرضي الله، لا أن يرضي نفسه من خلال أنه يعطي العلم لكنه كالشمعة التي تحرق نفسها. فعجبت له، عجبت لهذا الشاب ومن صنيعه، ثم عرفت عنه أنه أيضا ممن له انتقادات على مدرسة التصوف التي تراعي هذه الأحوال وهذه الآداب في تعليم النساء وتربي تلاميذها على الاحتياط في ذلك. وهذا يعني هذه التربية لا يروق لأمثال هذا الشاب ولا لغيره من المبررين أهمية تعليم النساء بدون مراعاة ضوابط أهل التربية والسلوك. إن شيخنا حفظه الله تعالى حين طلب منه النساء درسا لهن مع المذاكرة والإجابة على أسئلتهن، وكان عمره قد قارب أو جاوز 70 حفظه الله تعالى، فاعتذر حينها، اعتذر اعتذارا شديدا، لكن بعد إلحاح من بعض الإخوة قبل بشرط أن يكون النساء في مكان وهو في مكان آخر. فكان حفظه الله تعالى يجلس في الطابق العلوي وهن النساء في الزاوية في الطابق السفلي، ووسيلة الاتصال بينه وبينهن على الإذاعة الميكروفون أحد محارمه حفظه الله تعالى. هذا الحال بهذا الفقه وهذه التربية ينبهنا إلى أن فقه الغزالي ووصيته والعمل بها يستمر إلى يوم القيامة، إنما هذا لحفظ الدين ونقله صافيا بدون دخول الأهواء والرعونات إليه أثناء تبليغه للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يكرمنا بالاتباع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسدون ذريعة الفساد من جميع أبوابها حتى يكونوا على رضا من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم مع وصية أخرى من وصايا الصالحين على قناة مدني الفضائية، انتظرونا في لقائنا القادم. إن كنت تبغي الهداية فاصغى لهذه الوصايا، تحظى بعين الرعاية حسب أمور شرعية. يا سلام يا سلام وصايا الصالحين.